مرصوص. يرحل الشهيد وتبقى ذكراه خالدة في نفوس من أحب. نحن للقوة عنوان. فالشهداء الذين ارتقوا في عدوان عام 2014 زينت صورهم معرضا نظمته حركة الجهاد الإسلامي في رفح جنوب قطاع غزة تحت عنوان جسر الوفاء للشهداء. الوصية الأساس لهؤلاء الشهداء هي حفظ المقاومة، حفظ القضية الفلسطينية، الثبات على المبادئ، الثبات على المقاومة، التمسك بالحقوق الوطنية. نهج التنازل يؤدي إلى الفراغ ويؤدي إلى لا شيء. بعضا مما استخدمته المقاومة في التصدي للعدوان آنذاك ووجد طريقه إلى العرض أمام عامة الناس هنا، إضافة إلى بقايا الصواريخ والمقذوفات التي سفك بها الاحتلال دماء أكثر من 2400 شهيد. رسالة المقاومة للعدو الصهيوني: نحن نزداد قوة أكثر، وأي جريمة يرتكبها حماقة ضد شعبنا الفلسطيني سنقف له بالمرصاد إن شاء الله. كامرأة فلسطينية وكنساء فلسطينيات نؤكد أننا معكم كمقاومة قلبا وقالبا، نحن نشد على أيديكم، نحن نؤكد أيضا على حقنا كفلسطينيين في العيش على ثرى هذه الأرض. وفي إحدى زوايا المعرض أعاد الغزاويون تأكيد هويتهم التاريخية من خلال تسليط الضوء على المشغولات التراثية والفنية والتي يقارعون بها المحتل تماما، كما البندقية والسلاح. وبعد 5 أعوام على العدوان الإسرائيلي تبقى الشواهد هنا كثيرة على صمود الغزاويين في وجه أعتى آلة حربية في المنطقة، لتسطر المقاومة بمداد من بارود حكاية شعب تمسك بثوابته ولم يفرط بها رغم تضحيات الجسام. أحمد شلدان، غزة، الميادين.